هنعمل اول كيكه، والكيكه دي برضو كانت بناء على طلب حد من بناتي بيقول ان هو بياكل الكيكه دي. هيا اشتروها اظن في السعوديه من السوبر ماركت، وهي كيكه طلياني وبتبقى مفروله كده. انا لقيت الحقيقه فيرجن للكيكه دي، ودي اسمها السابيوزا او الكيكه المرمله، الساندي كيك زي ما بيقولوا. كيكه بتبقى زي الرمل، ليه؟ لانها لما بتتقطع بتبقى مفروله. نشوف المقادير مع بعض ونشوف هي بتفرول من ايه. المقادير بتاعتي هنا مكيالين وشويه علشان ندهن بيهم القالب اللي هنعمله، دقيق عندي هنا اهو مكيال وربع سكر، عندي هنا مكيال نشا، 3 صفار بيضات، 200 جرام زبده، حوالي نص مكيال ميه، وفانيليا. هنحط طبعا، مش هنحط مكيال الميه، الميه هنحطها في الاخر خالص ونشوف القوام بتاع العجينه. لكن اللي بعمله دلوقتي ان انا هجيب الزبده كما هي العاده، يعني هسيب حته عشان ندهن القالب. هنضرب الزبده مع السكر وهدهن القالب. هبطن القالب بتاعي بمعلقة دقيق علشان ما تلزقش فيها. وهنفض علشان يبقى جاهز. دلوقتي هكسر البيض واحط الصفار لوحده عشان هنستخدم بس الصفار. والبياض نقدر نعمل بيه أي حاجة. دلوقتي هنشوف الزبدة بقت زي الكريمة اهي مع السكر. طبعا أول حاجة بعملها بحط صفارة صفارة وهضرب. لغايه ما تختلط، وبعدين هحط الصفاره الثانيه. وبعدين الثالثه، واحط بقى الفانيليا. دلوقتي هحط النشا على الدقيق، وعلى فكرة الدقيق ده في الخميرة بتاعته، يعني ممكن لو حطينا ممكن نحط حوالي يعني معلقة صغيرة خميرة بيرة لو الدقيق مش مفهوش خميرة. دلوقتي هشيل المضرب وابتدي اخلط الكيك. بحط الدقيق والنشا كله كده،
لو حبيتوا تحطوا لبن ممكن، المية كويسة بتعمل قوام للكيكة، وما بتبقاش طبعا ما بتبقاش سايلة، يعني الكيكة دي ما بتبقاش سايلة عشان كده بتبقى مرملة. ممكن نحط فيها برضو الفواكه المسكرة، ممكن نحط فيها الكريز زي ما انتوا عايزين، الزبيب، نحط المية. بصوا القوام بتاعها اهي، القوام بتاعها بتبقى شوية ماسكة نفسها، ما بتبقاش سايلة زي ما قلتلكم. نجيب القالب ونبتدي نحط بعد الخلط. طبعا دايما تلاقوا الوصفات بيقولك في الكيكات بالذات اللي هي بيبقى فيها الزبد just combine، يعني لمجرد الخلط، يعني ما بتتخلطش ما بتضربش كتير. بتاخد حوالي 40 دقيقة في الفرن، الفرن بتبقى درجة حرارته متوسطة، درجة حرارة اللي هي بتبقى حوالي 185 علشان تستوي بطريقة كويسة. مش عايزين نحط كتير علشان ما تنفشي وتطلع مننا في القالب. نسويها طبعا. دلوقتي هحطها في الفرن زي ما قلت لكم، وهسيبها لغاية ما نعمل الطبق التاني، والطبق التاني بتاعنا هيبقى حسب رغبة واحدة من بناتي اللي طلبوا تشيكن على جراك او فراخ على الطريقة اليوناني. وهعمل طريقة من طرق التشيكن على جراك، يعني تشيكن على الطريقة اليونانية، في 500 طريقة لعمل الفراخ. هنسوي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. الكيكة انا سبق وطلعتها وحطيت سكينة فيها، السكينة كانت لسه في ما استوتش في النص، زودت عليها شوية تاني وهو هطلعها وهنشوفها مع بعض. ان شاء الله الكيكة دي تبقى هي الكيكة اللي انتوا شفتوها قبل كده. مفروض ان انا ببردها وبعد كده هطلعها من القالب. بسم الله الرحمن الرحيم. كل مفروض انها تبرد حوالي 10 دقايق في القالب وبعدين نقلبها، وبتبقى بالشكل ده الساندي كيك او السابيوزا او الكيكة المرملة اللي عاملة زي الرملة. وهدقوها برضو، فكرة جديدة في اضافة النشا وصفار البيض، بس النتيجة هايلة الحقيقة. زي ما شفنا الكيكة المرملة او المفرولة، الكيكة الطلياني اللي طعمها ظريف. عندي هنا هو التشيكن على جراك، والتشيكن على جراك عرفنا الطريقة بتاعتها ايه، والبروكلي قدمناه مع